عاجين باش نبداو تحدي شاري كريموشينه عندنا 40 حبه د ليبيني انت باقا غادي نديرو انا غادي نكمل لكم انا عجل لكم انا اللي عجنتو له زيدو دابا نمشيو ها هو كيبان واعر شوفوا الملابس اللي لبسنا تقاش قرب قرب لي شويه باش تبان انت راه تحدي ولكن عاد تقاش الرمله انتما تقاش الرمله اليوم هي المود ديال الضحك يا بلي فينا وانتنا انتنا كريمه يكون انتنا كريمه يكون معاك حمزه يا اه ودي يكون مع شاكير يعني هما يكونوا كيصوروا يصوروا ويكونوا معكم في نفس الوقت اه ما نديروش شي كاسكيطات الشمس وفين هي الكاسكيطات اللي كنتوا غاديين تديو ما نديرهمش علاش يلا ودرت لي قاطع دغيا دغيا تالي دغيا دغيا ان شاء الله يا ربي صافي انا غادي ندخل الله يعاونكم الله يعاونكم امين امين عندي عود ان شاء الله هادشي بشي نص ساعه وعندي باغيه عندك يلا تلقاوني باقا حتى ما عجنتو يلا شاكر يلا قرعه المشاكل ها شاكر قرعه المال يجيكم واش شاكر راه لا خمسه يجيب الحمد لله حمزه انا راسو حمزه حمزه راه كل واحد حمزه جيب شي وحده اخرى الله يرضي عليك صافي اجي واجيب صافي اجي واجيب حمزه كيضرب ها سرع المتسابقه ديالك هي شيماء ها هي يلا فينا وحمزه ها سيروا سيروا طلعوا في الطوموبيل التحدي اللي قلته التحدي اللي قلته Thank you.
شري سخونه بيني 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 شكرا كلهم عاملين لاشين في يوتيوب فوزيو بنات سمعتيني اركب سيرفا شحال درنا Thank you.
الطلاقه. الله يحفظك اخاوي شكرا. الصحة والراحة. الله يحفظك. ومن اصحاب المهدي تعاون معايا الله وصور قصة جنبك. ما خليه يصور. شكرا لك. الصحة والراحة. سمحوا لنا اخوي الله يحفظك. تصنيف الشيماء حفيا بالله ما كملنا سالوشي ودابا غادي نمشيو ان شاء الله دابا نمشيو للاطاق الثانيه باش نديرو المشاهدين ديالنا. دابا نبداو دابا دزنا الخطوه الثانيه عندنا دابا جبنا الكميه تم قبل عليها دابا عندنا 55 حبه والاخرين باقين تمايا باقي نحافظين تما. دابا غادي نمشيو نبيعوها ان شاء الله. يلا لبيني لبيني يلا دعونا بالتوفيق يلا دعونا بالتوفيق دعونا بالتوفيق دعونا وجيم جيم 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 وابوني يلا شكرا. السلام عليكم نتلاقى. هانيه بعدا ياك الخاوه هانيه يا الله عز وجل اش كاين اللي ما كيبغيش الله يحفظكم الله يرحم والديك. الحمد لله كما كتشوفوا احنا ماشيين في بيع اللاطه ديالنا الحمد لله. اي الناس ما كيحاولوا ما كيقول لك ما تصورني شي ما خصني شي نبان فهمتوني الناس كيقول لك ما تصورني شي ما خصني شي نبان ما كنحاولوا ما امكننا ما نصوروا شي الناس حيت هما اصلا ما كيبغيوش انهم يتصوروا والحمد لله التحدي التحدي احنا ماشيين فانتوما انتوما شايفين اللاطه كيفاش هبطناها اللاطه كيما هبطناها كيما ماشيين بها يلا تابعونا حتى الاخر ان شاء الله يلا بالتوفيق. كما كتشوفوا دابا هذا واحد متسابق معنا قدام عندنا ليبيني عطينا كتشوف. السلام عليكم صديق ديالنا كي جاتك ليبيني واعره غزاله بصحتك بصحة مولاي وسلام كيفاش عامل بيع وشراء مهم احنا ماشيين ما كنحاولوا ما امكن ان نقنعوا يعني كل الناس باش يشريو بيع ها هو كيف ما كتشوف كنعملوا المجهود ديالنا يعني الطب الطب الطب
باش نساليو هاد لي بيني باش نكونوا من الفائزين. الكميه ديالي اللي بقات لي انا ولكن ما عرفتش شي ما شنو دارت غادي ان شاء الله غادي نساليو هاد الكميه انتم يا ربي يكون انا الفائزه. يلا ان شاء الله ان شاء الله دعمونا دعمونا يا الله يجزيكم بخير. امين اخا شكرا. الحمد لله الاخوان ديالنا كيف ما كتشوفوا القهوه ديالنا واقعي لحنا الاول ياك. يلا الله يسلمك حصي الصوارع بخير. دابا من بعد النهار ديال هذا الفريق ديال كريمه ايوا شوفوا حزه كريمه ولا ولا لا بعدا بلاتي بلاتي وداد الورقه هذا لا بلاتي وشفتي بعدا باش نشوفوا ديك الشرط الاول شكون اللي حقه بعدا شكون اللي سال الاول كريمه حمزه وكريمه هما اللي سالوا الاول سالوا المره الاولى من الوالا شحال ديال الوقت سالوا هما الوالا شحال ديال الوقت ولكن بلاتي كريم شيماء هما جاوا قبل منكم يعني راه اصلا هما تسناوكم يعني مادام جاو لي المهم بالنسبه للوقت بالنسبه للكميه وبالنسبه للوقت هما سالوا الاول هما رابحينكم دابا غتشوفوا بالنسبه للصرف شكون اللي سالوا الاول نايا حمزه كريمه برافو احنا نشوفوا ثاني مسابقه ديال الفلوس شكون نشوفوا بالنسبه للفلوس شحال جمعوا بلاتي هاي بلاتي شو وري المشاهدين بعدا وهذيك شي فيها هذيك شي لا هاي هاي شحال هذه حمراء لاف وهذه خضراء لاف هاي قرب قرب نشوف المشاهدين يلا حسبوا دابا الفلوس دابا قرب باش تشوف حتى المشاهد يشوف الدراهم عاوتاني ما بقاش كتقول لي 10 دراهم 20 درهم ها 10 شيماء نعم العيد باش المشاهد يسمي حسابها حاجه حمراء وثاني الخضراء ها هي 40 درهم تحت لي الخضراء ها هي 50 درهم هنايا هذه 10 20 30 40 50 هذه 200 درهم 200 درهم 200 درهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 درهم تبارك الله عليكم اذا شحال 216 درهم 216 درهم 216 درهم وتا شوفوا شيماء عاوتاني الفريق ديال شيماء عاوتاني بسم الله هادي عندها بزاف هادشي كيبان انايا لا حنا عندنا شي مصحح خالتي قرب من الحواجز لا لا من الحواجز جوج ثلاثة أربعة 100 درهم هاد 100 درهم عطيها المشاهد لا ملاهي دا المشاهد باش يشوفوها واحد جوج مكشار كثر باقي بغا بغا يغمقوا عليكم اشاك مكشار ايوا شكرا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة هذه 100 درهم ها هي 100 درهم 40 درهم 40 درهم هذه 100 درهم بعدا هي 3000 ريال 150 درهم واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة درهم يعني كتسمى 16 درهم 50 درهم ها هي 50 درهم لا وهي وداد درهم ودرهم هادي ودرهم لا ماشي وريال وريال درهم درهم هاي 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 درهم الفريق ديال شيماء و شاكر كيحصلوا على 200 ودرهم ونص 200 درهم ودرهم ونص يعني هما ناقصين على خاسرين ما خاسرين الفريق ديال شي كريمه و حمزه هما الفائزين برافو كريمه وحمزه
ماشي مشكل. 14 درهم ونص صافي صافي 14 درهم ونص عادي عادي ما تنسوش لكم بالوقت وشو بالمبنى الوقت وبالمبلغ. اذا مستل تحدي شي تحدي اخر واذا بغيتوا شي تحديات اخرى قولوها لنا في الكومنتات باش نستمروا في تحدي لاله فوزيه وبناتها. خليكم معنا زابوني زابوني لعيبه لعيبه فيديو جديد وتحدي جديد ان شاء الله يا ربي المشاهدين ديالنا ديالنا ما تنساوش تكتبوا لنا في الكومنتات اي تحدي بغيتوا نعملوا معكم. يلا السلام عليكم ما تنساوش ابوناو معنا في قناه فوزيه وبناتها.